طبعا تحياتي ليكم طبعا، يعني ماركو وماني ومستر احمد والسيليا طبعا، وده يعني مش هنسى اقول طبعا الله يحرقك يا مارك، انت ومستر احمد بالمره على الساعتين وشويه اللي كانوا جمال جدا بصراحه. بس خليني يعني احاول ان انا اقول والله بجد يعني تعليق موضوعي جدا يعني على الشيء اللي انا سمعته ده، ايا كان ممكن يصنف ايه. يعني زي ما قلت قبل كده وبعيد واكرر، الاخوه القرانيين دول محترمين جدا والله، وانسانيين جدا، وناس يعني عظماء يعني. واي واحد قراني يعني انا شايفه حد جدع، وعارف لما تبقى عندك واحد صاحبك جدع كده تقعد معاه على القهوه مش عارف ايه، وسندال يعني يسد يعني تميل عليه في حاجه مش عارف ايه، قلقان تقول له معلش روح مثلا خد اخويا الصغير مش عارف، وتطمن له وتجوزه وتتجوز من عنده مش عارف ايه وكل حاجه. يعني اول ما يفتح بقه بقى يتكلم في السياسه تقول له الله يخليك يا حماده معلش، احنا انت صاحبي وحبيبي واخويا والله اخويا بجد حقيقي يعني، واتسند عليك بس بالك انت مالكش بس يعني بص ده مش كارك، الكار ده مش كارك يعني، ايه يفتح لك عياده يا حماده واخد بالك، بشتغل مهندس تمام، مكتب محاماه تروح مكتب محامي عظيم وهكذا يعني. فهو دي بالظبط نفس الاحساس اللي انا بحسه مع الاخوه القرآنيين بالظبط، يعني منتهى الجدعنه والاخلاق والاحترام والانسانيه، يعني يتكلم بقى في الدين والفكر والاثبات والدليل، لا مش كارك مش كارك والله خالص خالص. وانا قبل كده لما سمعت احدهم افتكر كان اعتقد كان استاذ ابو عقيل ولا استاذ صالح مش متذكر بالظبط مين فيهم يعني، اللي قال لي يا عم انا مؤمن بالقران ده ايمان، ايماني ان الكلام ده من عند ربنا مش لا عندي دليل ولا محتاج ان انا اثبت لك الكلام ده، انا يعني اشيله ويعني واقدره واحطه فوق راسي مفيش اي مشكله فيه، جاي تيجي تثبت بالدليل بقى بتبقى زي ما انت شايف حضرتك كده، اللي انت شفته حضرتك ده كده هو اللي هيحصل كل مره. اللي هو ايه بقى اللي هو ملخص يعني، هو انت مش بتحس انك انت بتبقى عايز تسال نفسك احنا جايين منين ورايحين فين؟ هو انت هو تاني المضمون الاخلاقيه بتاعتك يا مستر احمد؟ هو اللي عرفني الانسانيه يعني ايه انسانيه؟ هو الطماطم بكام في مصر دلوقتي؟ ساعتين بنسال الطماطم بكام في مصر دلوقتي؟ استاذ احمد عمال بيسالها ايه الدليل؟ ام الدليل فين؟ اثبت لي ان ده من عند ربنا. وهي تسال الطماطم بكام في مصر دلوقتي؟ ده اللي بيحصل بالظبط. وبعدين بقى عندما تمخض الجبل قال لك واضحه جدا السماء ذات الرجع معناها نظريه اينشتاين، واضحه جدا جدا يعني الكلام مش محتاج اللي هو بقى ايه اللي هو نفس الشخص سبحان الله تيجي تقول له النساء، لا النساء مش هي الستات، انت عشان انت عبيط مش عارف تدبر، النساء غير الستات غير الام غير الوالده غير الطلبيه واخد بالك، والرجاله غير الذكور غير الاب غير الوالد غير محمد منير، مختلفين كل دول مختلفين، وعلى فكره قطع مش يعني قطع، وسماء على فكره مش يعني سماء، وصبي معناها بيتصب في مصلحته مش معناها صبي اللي هو اللي انت فاهمه ده، لكن السماء ذات الرجع واضحه جدا انما انت ما عندكش ايمان، انت مقاوم للايمان يعني، كلام واضح جدا جدا جدا، والعلم واضح وبتاع يعني العلم واضح الاعجاز العلمي واضح، انما تقطعوا ايديهم دي مش واضحه، لا مش اللي انت فاهمه لا. فده كان الملخص، شكرا على اللي انت عملته فيا، وانا كنت عايز ابدا الموضوع واقول لك يعني تبا لك يا مستر احمد، اما لغير هذا جمعتنا بس زي بعض مفيش مشاكل يعني.